Mary. أنا بكل صراحة كنت خائف عليكي كثيرا. واضح إن أنت كنت خايف. ماذا قصدك يا مريم؟ ما أقصد حاجة. عن إذنك بقوم أنا. مريم. دكتور ماجد العبد الله كلمني اليوم. اوكي اكيد يبغى يتكلم معك على موضوع التكريم. تكلمنا في موضوع ثاني. ايش هو؟ هو طلب تصريح لعبد الله ليقيم في المعسكر اقل شيء يوم واحد. ايش؟ عبد الله جاي هنا بنجلاديش؟ مريم عبد الله يريد ان يقابلك مباشرة ويتصالح معك. وانت ايش قلت لهم؟ انا في حياتي احبذ المقابلة المباشرة لانها تكسبك الكثير من الوقت. يعني اتخذت القرار بالنيابة عني؟ مريم أنا أنقذتك من قرار صعب. عارف؟ أنت وعبد الله تتشابهون مرة كثير. تحبوا تعيشوا دراما الحب وقصصهم بس ما تحبوا تعيشوا الحب نفسه. انت عايش كده الدور ان انت الفارس البطل المغوار اللي يبغى يدافع عن كرامته حتى لو كان الحساب محبوبته، والتاني رايح عند مديري يبغى يفهم العالم كله انه هو اللي يحب واللي راح يضحي ويلحق محبوبته لو كانت في اخر العالم علشان يثبت حبه لها. بس بقول لك حاجه جدا مهمه، أنا ما هربت من الحب الفاشل هناك علشان أجي أكون حب ناجح هنا. أنا جيت هنا بنجلاديش علشان أثبت نفسي وبس. تصبح على خير.